الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى، وكل عام وأنتم بخير. معنا الشباب، وكان في سؤال من الحلقة الماضية. السيد أحمد، كنت عايز مرانا أعرف بعد إذن حضرتك، ينفع الخلط في القراءات ولا لأ؟ يعني لو حد بيقرأ برواية حفص عن عاصم، ينفع يكمل قراية في نفس الصورة في نفس الوقت في الصلاة وخارجها، أو بتعمد أو بنسيان يقرأ بقراءة تانية، ولا ما ينفعش؟ هذه مسألة تسمى عند العلماء بالجمع بين القراءات، والجمع بين القراءات له صور، بعضها قد يكون صحيحا، كأن قرأ بقراءة الكسائي في الركعة الأولى وبقراءة ابن كثير في الركعة الثانية مثلا، وهذا أجازه العلماء. الصورة الثانية أن يقرأ في ركعة واحدة آيات من سورة البقرة مثلا برواية ابن كثير، ثم ثلاث آيات بعدها برواية عاصم، ثم بثلاثة روايات بعدها برواية حمزة، وهكذا. وهذا الخلط قالوا المصلي اللي وراك من علماء القراءات، يعني انت بتعمل كده ليه؟ اللي وراك هل هو عارف بالقراءات؟ كنا كل اللي وراي عارفين بالقراءات وعارفين انا بعمل ايه. قالوا اذن فهو جائز، اللي ورايا لا يعرفون هذا، اذن فهو ممنوع. الصورة الثالثة في القراءة من اجل الاجازة، والقراءة من اجل الاجازة معناها ان انا شيخ وانت التلميذ بتاعي، فانا عايز اختبرك فبقول لك اقرا، فبتقرا، وعلشان ما ناخدش وقت كتير فبتقرا بطريقه معينه، تقرا نافع عن بتقرا مثلا الاول نافع، وبعد نافع بتقرا ابو جعفر، وبعد ابو جعفر بتقرا عاصم، وهكذا نفس الايات ترجع مره ثانيه، وده من اجل التدريب والاختبار وجمع القراءات اثناء الاجازه الاختبار، حتى اقول نعم انت هكذا فهمت الفرق بين القراءات العشره، اتقنت القراءه وعرفت كيف تخرج من قراءه الى اخرى الى اخرى بترتيب معين، وهو متفق عليه ما بين القراء كنوع من انواع الاجراء، فهذا حلال. طريقة الصورة الرابعة أنه يجلس في ميتم أو في فرح أو في حاجة، هو يقرأ القرآن فيقرأ الآية ثم يعيدها مرة ثانية بقراءة أخرى، ثم يعيدها مرة ثانية بقراءة ثالثة، وهكذا. وهذه أغلب القراء علما يمنعونها ويقولون إن هذا جمع غير جائز، لأنه سيولد قراءة جديدة ليست موجودة أصلا، إنه يقرأ الآية الأولى بقراءة والتانية بقراءة تانية والتالتة بقراءة إيش، فيطلع شيء لم يكن فيحرمونه. وألف فيها الشيخ الحداد، خلف الحداد، كتاب لطيف اسمه الآيات البينات في امتناع جمع القراءات، الآيات البينات في امتناع
جامع القراءات أبو بكر الحداد، وهو يعني كان من مشايخ مشايخنا. عارضه الشيخ الجنايني مسعود الجنايني، ولكن نحن نميل إلى كلام الشيخ الحداد لأنه هو اللي عليه جماهير الناس. نعم يا محمد. هو حضرتك مولانا العلم بتاع التجويد وبتاع القراءات ويعني اللي بوبها العلم ده اتبوب واتعمل اتأسس في أنهي قرن يا مولانا؟ هو الإمام نافع والإمام أبو جعفر كانوا موجودين أيام الإمام مالك، فلما جاء أبو جعفر المنصور تولى الحكم قال للإمام مالك أنا أريد عمل حاجات، ثلاث حاجات. قال له إيه؟ قال أحمل الناس جميعا على الموطأ، لأن الموطأ أنا عاجبني قوي. نمرة اتنين أحول المنبر النبوي إلى لؤلؤ ومرجان، أعمله من اللؤلؤ والمرجان. نمرة ثلاثة إني أعين نافع إماما للمسجد النبوي. إحنا دلوقتي بنتكلم في حدود، لأن الدولة العباسية جت 132، يعني إحنا بنتكلم في حدود 140-150 كده هجري. فنافع موجود أهو. فالإمام مالك قال له لا أنا لا أرى هذا. في الثلاثة؟ في الثلاثة. قالوا لي، قال له هتحول المنبر إلى لؤلؤ ومرجان، والناس لا تريد لا اللؤلؤ بتاعك ولا المرجان، هي تريد الحاجة اللي لمسها رسول الله، أهم عندها من اللؤلؤ والمرجان بتوعك. فلا أرى أن تحرم الناس بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اتنين هتلزم الناس بالموطأ، وقد خرجت الصحابة وشاعت وذاعت في الأقطار وأنا في المدينة، فأنت هتحمل الناس كلها على فقهاء المدينة، ما تخلي الناس تختلف، لأن الخلاف ده يكون فيه سعة ويكون فيه رحمة. نمرة ثلاثة هتعين لي نافع إمام للمدينة، والحجاج جايين وعارفين أنه ده إمام القراءة نافع مشهور معروف ما هوش محتاج. طب افرض غلط وهو في المحراب، والمحراب له هيبة، ويقول شيبتني المحاريب، يحملها الناس عنه قراءة، هذا الإمام، وهي خطأ، فما ينفعش، لازم الواحد يبقى كده وإيه مركز وكذا، وما فيش حاجة اسمها إنه بيقرأ ويعيني بيستحضر وكده، لا، لازم يبقى قاعدين في أمانة الله علشان الإجازة تبقى مظبوطة، ولو كان فيه حاجة ما تفلتش. فرجع أبو جعفر المنصور عن رأيه، والإمام مالك بسعة أو بحدة ذكائه أدرك إن هذا هو من الظاهر إنها مسألة كويسة، يعني هتعين مين يعني إمام الحرم، لكن هي بتشتمل على خطورة. اللؤلؤ والمرجان حاجة حلوة قوي إنك تعظم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمله وتعمله، لكن هتضيع على الناس البركة الأصلية اللي هي المكان العيدان اللي النبي لمسه. الوحدة كويسة، بعض الناس دلوقتي يدعو إلى وحدة الفقه، إزاي يعني وحدة الفقه إزاي؟ ما تخلي الناس تختلف علشان الناس مشاربها ومصالحها مختلفة، ما ياخدش باله عايز إيه يخلص يعني كده، أهي كلمة ورد غطاه، وبعد ما نحط الكلمة بقى هيعترضوا عليها ويقول لك الله بس ده مش بتحقق مصالحي بالشكل ده. فكان الإمام مالك أحكم وأولى من هذا. تفضل يا بلال. سيدي حركة قلتنا في الحلقة السابقة إن قراءة الفاتحة لازم نقرأها صح، طب لو أنا غلطت أعيد الصلاة تاني؟
اللي ما بيعرفش يتقن الفاتحة بنسميه في الفقه اسم غريب شوية، غريب انه يتسماه يعني، ولكن هو مش غريب. امي، انت استاذ في الجامعة، لكن ادام ما مين هو الامي عند الفقيه؟ هو من لم يحسن الفاتحة ولو كان استاذا في الجامعة. فالاستاذ في الجامعة يعني عنده علم كبير في علوم شتى او في العلم اللي هو متخصص فيه، ولكنه عام. أمي، ويترتب عليه حكاية الصلاة وراء الأمي. فلما تكون أنت مش بتحسن الفاتحة وعارف من نفسك إن في حرف فيها أو في ما أنتش عارفها، ما تتقدمش للإمامة. طب صلاتك في نفسها بقى، أنت بتنطق غلط، صلاتك في نفسها مقبولة، أو صلاتك لمثلك لواحد زيك بالظبط، امي برضه هو التاني، لو لانه لو تقدم ما هو غلط، والتاني لو تقدم ما هو غلط. طب ده يولد لنا مسائل كتيره، وهي ان الراجل اتقدم وكان معاه اخوه الام اللي زيه وصلوا مع بعض، جيت صليت وراهم اكتشفت ان الراجل الامام بتاعي ده امي، أنوي المفارقة، أنوي المفارقة، أنوي في قلبي كده إن أنا خلاص قطعت القدوة مع الراجل ده وهصلي لوحدي. طب لو الركعات اللي صليتها معاه مثلا، قضيت معاه ركعة خلاص أعيدها ولا عادي؟ ما أنت اكتشفته لأنه هو بالبتاع، يبقى أنت ما عدتش حاجة. لو كنت أنت في سري، ما أنت مش هتعرف أصلا إنه هو أخطأ ولا ما أخطأش، لكن في الجهر أنت هتعرف أخطأ ولا ما أخطأش. فإذا أول ما تسمعه أخطأ تيجي ساحب روحك. أنت صليت والله سرية خلاص مقبولة إن شاء الله. وهكذا. بعد الفاصل نواصل الأسئلة حول علاقتنا مع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا من الفاصل وكان هناك سؤال مع محمد. تفضل يا محمد. ربنا يخليك يا مولانا. بالنسبه لحضرتك علاقتنا بالقران ورمضان، يعني احنا عندنا عرف سائد كده اللي هو اللي ما بيقراش قران طول السنه بيطلع المصحف في رمضان ويقرا وكده، وبيبقى فيه مود عام كده ان احنا ايه لازم نعمل طاعه في رمضان ونشمر ونشتغل وكده. هل المود ده صحيح ولا هل احنا بنعمل يعني رمضان ده جاي عشان نعمل فيه عمل، ولا جه عشان النفحات بتاعته تنزل علينا؟ كل حاجة. والنبي عليه السلام كان بيعمل كده، كان إذا دخل رمضان شد المئزر وكان أجود الناس وكان أجود ما، فإذا أتى رمضان كان كالريح المرسلة. وفرض الله علينا صيام نهاره وسن لنا رسوله قيام ليله، وهو شهر القرآن، فمناسب أن يعني نختم القرآن فيه. وهو ختم النبي القرآن على جبريل كل سنة في رمضان، يبقى إذن هو شهر القرآن فعلا، مش بس نزل فيه القرآن، ده كمان عرض عليه القرآن في رمضان، حتى إذا كانت السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين. ففي ناس تحب تختمه مرتين، مرة مع الإمام في التراويح ومرة مع نفسها، أو مرة مع الإمام في التراويح ومرة في التهجد في العشر الأخيرة من رمضان، ومنهم من يحب ثلاث، إنه يختمه ثلاث مرات. كل دي من أعمال الخير، كل دي من الأعمال اللي وردت في السنة والتي هي من سنة النبي، فما نتفلتش منها. لا، احنا بالعكس، اذا دخل رمضان شد المئزر دي كناية عن انه هو يعني جمع نفسه واصبح مستعدا
للعبادة أو لمزيد من العبادة. رمضان بتصفط فيه الشياطين، رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الصيام والصيام سر بين العبد وربه، رمضان فيه نفحات. ولذلك الإمام الشافعي قال المسافر أحسن له يصوم ولا أحسن له يفطر؟ قالوا يعوض نفحات رمضان إزاي ده؟ يجوز لأنه يفطر على فكرة، لكن أحسن له يصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، يعني قراءة القرآن في رمضان أفضل من أفضل الأعمال، يعني أفضل مثلا من قراءة كتب أو أفضل من صلاة مثلا، فحاجة أقراها في رمضان بس وبقية السنة ما بقراهوش يبقى شكلي مش حلو يعني. لا معلش يا أخويا، شكلك حلو ولا مش حلو اقراه، لأنك أنت ما تعرفش هو إيه اللي هيحصل بعد رمضان ولا هداية الله هتبقى شكلها إيه. فدي من ألاعيب الشيطان، يجي يقول لي ما تقراش بقى علشان إيه، ما تقرأ لأنك مش هتقرأ بعد كده. أنت مالك؟ أنا هقرأ دلوقتي وبعدين يمكن أموت، هقرأ دلوقتي ويمكن ربنا يعيني إن أنا أقرأ بعدين، هقرأ دلوقتي ومش هقرأ بعدين يبقى أنا كسبت دلوقتي، وهكذا. يعني من كل وجه لازم نقرا. اما التسويف فده يبقى من تلبيس ابليس. التسويف رمضان مزيته ان في شعور جمعي حواليك في بلاد المسلمين خاصه، النظام كله مبني على الصيام. يعني تلاقي الناس بتصرف الناس من الشغل علشان الفطار، ما يقول له ها، مواقيت العمل بتختلف، المواصلات بتختلف، الجو العام بيختلف، كل الحاجات دي بتساعد على انك تعيش جو روحاني وتتمكن فيه من انك انت لما تيجي تقول لواحد انا بتديله موعد، تقول له طب بعد التراويح، يبقى اذا انا قضيت التراويح في امانة الله وقابله بعد التراويح بقى، وتجد انه ده مقبول عام، محدش هيقول لك ليه تروح يعني للتراويح، التراويح سنة. أيوة صحيح التراويح سنة، بس محدش هيقول لك كده أبدا. هيقول لك وليه تفطر؟ ما شربت مية وخلاص؟ لا، يقول لك خلاص بعد إن شاء الله، بعد العشاء، بعد التراويح، بعد الفطار، بعد كذا، تلاقي الدنيا كلها اتظبطت على البرنامج ده، فده بيساعد. فأنا ما نسيبش الفرصة دي، الشياطين مصفضة والبركات بتتنزل، وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، والدنيا كلها واقفة معايا، وأسيبه وأقول لا ده وقت النوم؟ لا، مش وقت النوم، ده وقت التشمير. هو صحيح مولانا إن صحة الأثر اللي بيقول إن السنة فيه بثواب فرض، والفرض فيه بثواب أعلى من الخروج؟ وارد هذا، في إنه 70، إنه الثواب فيه كـ70 وكذا إلى آخره، وارد بقى في مصنف ابن أبي شيبة وكذا. نعم، ورد هذا. نعم، لو سيدي الواحد جه قال أنا يعني أنا ليا مثلا أوراد وليا عبادات بعملها طول السنة، أنا هاجي في رمضان وهكمل في اللي أنا بعمله بالظبط، زي ما أنا بجتهد في شغلي بره رمضان هجتهد في شغلي جوه رمضان، وزي ما أنا بعمل أورادي بره رمضان هعملها جوه رمضان، ويعني وبس. هل ده من الكمال ولا من النقص؟ لا، من النقص، لأنه هو رمضان معمول للزيادة، رمضان معمول للمنطلق، إنك أنت تبدأ فيه منطلق جديد. فكون إنه هو عايز يمشي زي ما هو كده جائز، ولكن أنت بتسأل هو ده كمال ولا نقص؟ لا، نقص، لأنه تفويت الفرص على نفسي من النقص، فدي فرصة لا تعوض. وإذ بالفرصة التي لا تعوض أنا تعاملت معها معاملة هينة لينة، كأن فيها نوع من أنواع عدم الاعتناء، فالحاصل إنه ده يبقى من علامات النقص. سيد بلال، سيدي هو أنهي أفضل، إن أنا أقرأ بسرعة عشان أخلص القرآن بأسرع وأخد حسنات أكتر، ولا إن أنا أقرأ بالراحة عشان أعرف أتدبر أكتر؟
التدبر طبعا ثوابه أكبر بكثير. فالقراءة السريعة أقل ثوابا وأقل فائدة من البطء مع التدبر. نعم. بالنسبة لنا ولنا أن الصحابة ما بيحفظوش آيات جديدة أو ما بيعملوش بيها إلا لما يعملوا بالقديم اللي حفظوه قبل كده أو اللي عرفوه قبل كده. هل أولا الكلام ده صح عن الصحابة فعلا ولا لأ؟ وهل لو صح إحنا برضو مطلوب مننا نعمل كده؟ سيدنا عمر لما حفظ البقرة وآل عمران عمل احتفال كبير، ومنهم أخذوا عمل الاحتفالات لما تتم حاجة، لما مثلا نخلص البخاري في المسجد، أو لما مثلا نخلص رياض الصالحين ونعمل حفلة. جايبينها منين؟ من كانة الصحابة يعملوا الحاجة دي، وكانوا يسموها إيه بقى؟ حذاق، من الحذق، يعني هو حاذق يعني ماهر. فلما أتم هذا يبقى بيذبح ذبيحة، والذبيحة دي تسمى الحذاق. والناظم قال قالوا الحذاقة على الوليمة بتاعت الكتب دي، قالوا الحذاقة لحفظه وبيانه، يعني لأنه حفظ وبقى فصيح لما أرى أو لما حفظ أو لما كذا إلى آخره. فكانت الصحابة ليها طريقة، هي طريقة إحنا أرشدنا إليها. إيه هي الطريقة دي؟ إنه هو يعيش القرآن. فكان يحفظ خمس آيات لا يتعداها إلا إذا طبقها. طب وطبقها يبقى عمل إيه؟ تأملها، فهمها، استخلص منها برنامج للعمل، طبق هذا البرنامج يبقى عاشه. وورد في البيهقي من حفظ القرآن خمسة لم ينسى. ولذلك كان مشايخنا يأمرونا بحفظ القرآن خمسة، بس طبعا هناك خمسة مع التنفيذ. بعد مدة مديدة حفظ سيدنا عمر البقرة وآل عمران، هو كان قادر انه يحفظ القرآن كله في 3-4 شهور، لكن لا، هو يحفظ 5 آيات يفهمها، يتدبرها، يستخرج معانيها ومناهجها، يحول المنهاج إلى برنامج عمل، يطبق برنامج العمل، يطمئن لهذا، يحفظ 5 اللي بعده. فخد مدة طويلة في هذا. محمد، يعني مولانا على كده الواحد مش لازم يحط فكرة حفظ القرآن ده يعني إنه إحنا لازم كلنا نحفظ القرآن وكده، يعني لازم دي حفظ القرآن في الحقيقة له فوائد كتير، من ضمنها إصلاح اللسان، من ضمنها القيام في الصلاة، من ضمنها التدبر في القرآن، ومن ضمنها الثواب. فحفظ القرآن شيء عظيم ومطلوب ومرغوب فيه، لكن مش هو الأساس. الأساس التطبيق. الأساس التطبيق ده ما يمنعكش من الحفظ، لكن هو ما تجعلش الحفظ هو كل حاجة، فيتحول من وسيلة إلى غاية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عايز أحفظ القرآن. طب حفظت القرآن، عملت إيه بقى؟ هل عملت بما حفظت ولا لم تعمل بما حفظت؟ إذا كنت لم تعمل بما حفظت تبقى أنت في ورطة. طب والحفظ؟ ما هو الحفظ ما هوش كل حاجة، ده وسيلة. فلا بد علينا أن نتخذ الحفظ وسيلة، ما نتخذ الحفظ غاية. غلط أن احنا نتخذ الحفظ غاية. والحفظ عليه حسنات يا مولانا؟ الحفظ عليه حسنات. طب لو الواحد نسي يا مولانا هل ده عليه وزر؟ طبعا عليه وزر. ولذلك ينبغي على الحافظ أن يديم القراءة، لأن القرآن أشد تفلتا من البعير. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.